البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. معكم اختكم رجاء من قناه رجوى شانيل. شكرا للتفاعل ديالكم، شكرا للميساج ديالكم، شكرا لاي حاجه كتخليوا الرجاء لمده الصد. ما تنساوش انكم تبوني على الانستغرام اللي هو رجوى شانيل. ما تديوش على هذا الشكوك، انا شويه غادي ندير لي سوان شعري. الا بغيتوا الروتين ديال الشعر ديالي اللي كنديرو قبل ما كندخل الدوش ومن مورا ما كنخرج من الدوش، قولوها ليا في لي كومونتير. وصفه ديال اليوم اللي هي سقله مغربيه، سقله ديال ماما اللي عطاتها ليا وكانت كديرها لينا ملي كنا صغار. كتبيض الجسم، كترطبو وكتحيد البنات الطبايع، راها غزاله ومعروفه عند الناس ديال بكري. هذه الوصفه ما عرفناهاش بزاف ديال الناس، وما كنظنش ان شي واحد دارها في يوتيوب. لحقاش عطاتها ليا الوالده الله يخليها ليا ويخلي لكم مواتكم حتى نتوما. فيها واحد المكون اللي خطير بزاف، اي وحده كتعاني من المشاكل في الجسم ديالها غادي تصفيه لك، ولكن الا تبعتيها بيان سور. اي وصفه خاصك تبعيها، ولكن كتكون النتيجه من اول استعمال، ماشي انا كتصفي لك اول استعمال، هي انك كترطب لك الجسم ديالك وتعطيك واحد الاشراقه فيه. فغادي ندوز المكونات. ما تنساوش اخواتي تشجعوني، محتاجه التشجيعات ديالكم، تبارطاجيو القناه باش نوصلوا ان شاء الله 200 كا. واذا شجعتوني وصل هذا الفيديو بزاف ديال اللايكات ان شاء الله غندير لكم الوصفه الثانيه او ثاني، وكاينه وصفه ثالثه، وكاين بزاف الوصفات ان شاء الله. كاينه وصفه ديال لاكر الفاسي حتى هي واعره بزاف. المهم اخواتي ما عليكم الا تشجعوا رجاء كنضحك معكم. الا بغيتوني نمشي ندير واحد التحدي ديال نجرب مكياج رخيص ومكياج غالي وتشوفوا الفرق. نمشي عند شي صالون هكا عادي ونمشي عند شي ميك اب ارتست. شفت التحدي وعجبني بزاف وبغيت نديرو. شجعوني باللايكات ديالكم وقولوا لي في لي كومونتير شنو نوع الفيديو هات اللي بغيتو. وكلاكم على راسي وعيني. انستغرام ديالي اجيو عندي، مرحبا بكم. عندي غنحط مسابقه اولا، غنكون حطيت مسابقه، ما عرفتش الفيديو امتى غادي نحطو. غادي نكون حطيت مسابقه البنات واعره. البنات اللي ما دايرينش انستغرام ديروا انستغرام، كندير مسابقات بزاف كيربحوا معايا اخواتاتي. وصافي ندوزو دابا المكونات والطريقه. اخواتاتي ودابا جينا للمقادير اللي بسيط جدا جدا وما كيتقاموش عليكم حتى ب 10 دراهم مكموله ما كايناش باقي عليها حتى 5 دراهم. المهم اخواتاتي بزاف منكم طلبوا مني هذه الوصفه ديال السقله اللي كتصفي الجسم. هذه عطاتها ليا ماما الحبيبه، كانت كديرها شحال هادي، كانت كديرها اليوم هكا ماما جداتي اللي ماما فاش كيمشيو للحمام كتصفي الجسم من داكشي الرفيع. وكانت دارتها لينا حتى حنا كنا ملي كنا صغار، ناطفينا شي حبوب بقاو الطبايع
اللي فيها واحد المكون، جوج مكونات اللي وائل وائرن، والمكون اللي ما عارفينه حتى واحد واللي قليل اللي كيعرفوا. غادي نهضر لكم على هذا الشيء اون ديتاي، وكنشكر ماما وكنقول لها تحيه من هنا على هذه الوصفه. وبما انكم طلبتوها مني بزاف قررت انني نديرها لكم. فغادي ندوزو، اول حاجه غادي نجيبو ماء دافي ما يكونش سخون، دافي. عندنا هنا الغاسول الابيض، عندنا هنا الحامض، والمكون الاساسي ديال هذه الوصفه هذه او ديال هذه الصقله او ديال هذه الخلطه المبيضه اللي هي الداد. سولوا مواتكم، سولوا جدودكم، قولوا لهم شنو هو الداد وشنو كيدير الداد. الداد واحد المكون اساسي في التبييض، كيصفي الجسم، كيحيي الطبايع وكل شيء. بالنسبه واش كيدار للوجه ولا لا، هذه ما سولتش على ماما، ولكن واقع جو كخوا ما كيدارش للوجه. غنجيو هنا عندنا الحنه المسوسه، غتمشيو عند العطار تقولوا لي الحنه المسوسه اولا الحنه ديال اللحم اللي ما كتطلقش اللون. والكرتونه ديال الغسول انا عندي هذا، ها هو، اولا الغسول ديال الابار ماشي مشكل. ناخذ هنا زليفه وغادي ندوزو باش نقول لكم المكونات وكيفاش ديروا الخلطه وداكشي. ما تنساوش، بغيت منكم بزاف د اللايكات. مازال غادي تعطيني ماما وصفه واحده اخرى ديال اللي بالعكر الفاسي، واعره كانت هي كتخلطها لينا، واعره بزاف. شجعوني بلايكاتكم وبارطاجيو في لي غروب، بارطاجيو مع اصحابكم، حيتاش اكثر ديال البنات عندهم مشاكل في الجسم ديالهم، كيبقاو لهم هكا الطبيعه ديال الشمس ولا اي حاجه. راه هاد الوصفه خطيره بزاف. كوكو البنات، المهم انا خديت الغسول ديالي، انا نيت دابا غادي ندخل ندوز وغندير وصفه غير ليا، فما غاديش نحتاج بزاف. عينكم ميزانكم، يعني ما كاينش شي حاجه اللي الداد اللي غادي نديرو تقريبا جوج معلقات مع امرينش نا ابراهم. هنايا غادي نجيو غادي نديرو الحنه ديالنا معلقه كبيره، نخلط المكونات مع بعضياتهم. الا كنتو غادي ديروا بزاف يعني بكم، راه غادي تزيدوا في المكونات. هذه غادي تكفيني. الوصفه الثانيه اللي عندي حتى هي واعره بزاف، اللي بالعكر المسوس، العكر الفاسي. ها هما البنات المكونات ياكم. شنو بقى لينا دابا؟ غادي ناخذوا باش قلت لكم البنات، غادي ناخذوا ميها دافيه بيان سور، وغادي نخلطو ونخليو الحامض حتى الاخر. غنديرو الخليط ديال الحنه، ما يجيش ولي ولي ما يجيش جاري وما يجيش ثقيل كريمي. اوه هادشي تيطير. كيعجبها البنات التخليطة ديال الحنة، نتا تكون نقاشة كتخلط الحنة بحال هكا. نخلطو مزيان الدادة البنات، خدو مطحو إلا كنتو كتيقو في العطار. ما كنتوش كتيقو واقيلا ما عمري صراحة باش شريتو ما مطحوش، ما عرفتش كي داير. بحال ما يزيدو فيه حتى شي حاجة، راه باينة ما عندهم ما يزيدو فيه. هانتوما خواتاتي الخليط ديالي، شفتو كيجا؟ هو هذاك شاي تدهل لينا في الجسم ديالنا. غادي ناخذ الحامض، نديرو نص حامضة، مديوش على ضفاري، انا عاد غنتهلا في راسي دابا. نعصروها مزيان، حمضة قاصحة صراحة، بقاو لينا دوك اللعيبات تال أدوغم تحيدهم أبخي. قلتليكم البنات ها هو الخليط، خلطتو مزيان. هاد الوصفة البنات راها فن 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 بزاف. صافي
هذا هو الخليط ديالنا، وغادي ندوزو دابا باش غادي نوريكم الطريق. كوكو البنات، انا رجعت لكم. المهم ما ديوهاش على حالتي، مره نجيكم شعري بقد مره نجيكم شعري ملصق عادي، كنا شعرنا كيتلصق عادي. انا غنمشي وغندير هذه الخلطه هذه وغنضربها بواحد التدويشه فاعله تاركه، وغادي نخلط الزيوت في شعري اخوتي. انا عارفكم نتوما خواتاتي وحباباتي وجيراني المد يا الصد، تتقبلوا عليا كيما كنا. نتوما خصي شعركم تيتلصق ياك، ولكن انا ما تنخليش شعري تيتلصق تيتقلق. انا كنغسلو دو فوا باغ سيمين. المهم اخواتاتي، الوصفه ها هي واجده. هادشي كنموت انا على الوصفه قسما بالله، كتحمقني لانها كتخرج الجسم رطيطه برطيطه 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 بزاف، وكتنقيه وكتخليه صافي. اشنو غادي نديرو لهاد الوصفه؟ غادي نديروها اخواتاتي فيما ندخلو ندوشو، سواء كنا غنحكو، كنتي كدوشي كل نهار ديريها كل نهار، ما عندها ما دير لك نهائيا. كنتي كدوشي جوج مرات باغ سيمين، ديريها جوج مرات فوق تما كنتي كدوشي، ما تستغنيش عليها. شري هاد المكونات كاملين وديريهم في سليله باش ما تاكزيش. واحد جوج حامضات ولا ثلاث حامضات، شري الحنه، شري كلشي، ديريهم في سميتو فيما تدخلي دوشي. غادي تدخليها معاك الدوش، شحال غادي تخليها شحال ما قدرتي عليها. قدرتي تخليها نص ساعه، خليها 20 دقيقه، المهم فوق 20 دقيقه شحال ما بغيتي تخليها. مشيتي للحمام ديريها وتمغطي وتكسلي لك مع راسك تبدري ليا. سمعتو؟ سورتو هي في الحمام كتجي خطيره بزاف، لانك كدهنيها وكتجلسي مع راسك تحتي، ما كتسوقيش كاع الوقت. ماشي بحال الدوش تتقاد انت تتقاي اوف امتى غدوز 20 دقيقه اوف امتى. المهم اخواتاتي، ديروا هذه الوصفه، خليوها 20 دقيقه 30 دقيقه شحال ما قديتوا عليها، وغادي تفكروني عليها وغادي ترجعوا وتقولوا لي رجاء راه درناها وبغيتكم كاملين كاع اللي جربها يديرها في الانستغرام، يصورها ليا في الانستغرام وتقولوا لي رجوه راه حنايا جربناها وعجبتنا. اول حاجه ملي كديريها فوقاش غديريها؟ حتى كتحكي وكتسالي من كل شيء. ومازال غنعطيكم وحده قبل الحكان، هذه من مورا الحكان بيان سور، غزاله يا البنات بزاف. بغيتي تزيدي عليها تراكر الفاسيه، زيدي عليها تراكر الفاسيه دم الغزال، زيدي عليها هاد المكونات كاملين خاصهم يكونوا. كاينين شي خواتاتي كيجيو واش نقصوا واش نقصوا، انا مجرباها بهاد المكونات. واش تنقصي داك الحاجه ما عارفاش شنو غتعطي، كاين هاد المكونات كاملين اساسيا، وهاد المكونات كاملين خاصهم يكونوا في الوصفه. بغيتي تزيدي الحمص، بغيتي تزيدي الحلبة، هادوك ماشي مشكل، ولكن هاد المكونات خاصهم يكونوا في الوصفة. كنديروها حتى كنحكو كنقربو الحالة كنحيدو الشعرية من الجسم ديالنا الخلاب، وعاد كنديرو الوصفة كنخليوها في الجسم ديالنا، كترطب الجسم، كتصفيه، كتبيضو، كتحسي بالجسم ديالك غزال وفن بحال ديال لبابي. غتجربيها من المرة الأولى غادي تعطيك نتيجة غزالة، ترطيب ولمعة زوينة بزاف، كتحسي براسك نقية بزاف. مع المدة خواتاتي كتصفي لكم اللحم. شنو الحاجه اللي كتصفي اللحم؟ الحامض بيان سور كيبيض، والحاجه المكون الاساسي اللي كيصفيها هو الداد. الداد معروف ماده كتصفي الجسم مزيان، كتحيد ليطاج، الحبوب، اي حاجه، الطبايع، اي حاجه. فكنتمنى اخواتي تشجعوني باللايكات ديالكم، ما تنساوش البارطاج، بارطاجيوها في الجروبات، الناس ديال الجروب كيبغيو بحال هاد الوصفات، بارطاجيوها مع صحابكم في واتساب. كنحماق عليكم، ما تنساوش تبعوني على انستغرام ديالي اللي غادي نخلي لكم في شي بلاصه هنا ولا الفوق. كنحماق عليكم، كنحبكم، انا بكم انا مكمله، بكم انا وصلت لهاد العدد بالبارطاج ديالكم. كنبوسكم وحده 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 وحده، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. اكيد هبطوا لتحت لي كومونتير وتعطيوني الافكار ديالكم، وقولوا لي رجوة كيفاش كتجيكم، واش بالمكياج ولا بلا مكياج. انا خطيبي كيقول لي بلا ما ديري المكياج، ماشي زعما هكا تقولي ديري غير دي غوتوش بحال دابا اكران على شي فون دو تاج شي ديال هذا الشيء، وداك الشيء كندير اخواتاتي. دابا انا بزاف كنبان لهم انا كندير المكياج بزاف، عارف كنهضر بزاف، كيصحاب لهم انا كندير المكياج بزاف وهادي وهادي، راه انا مع بيضه الحمد لله وزهره بحال البوبيا. كيقولوا لي تديري مكياج بزاف اولا كتبان في مبلطه بزاف، وانا لا، انا المكياج تنديرها شويه تيبان فيا، فهمتوا؟ وصافي النقش حمقني، خرج غزال، درت هاد الابانه غير راسي. عندك ديال الدم ما كنعرفش كون تصبرك حنا نديرها.